نعود بكم إلى قضية الانقطاعات المتتالية لعملية تزويد المياه الصالحة للشرب، حيث وجهت أصابع الاتهام لشركة سيال بعدم الكفاءة في تسيير العملية في وقت تستعد الوزارة لإعادة توقيع العقد معها. التفاصيل مع أحمد مطاف. لم يتأخر وزير الموارد المائية عبد القادر والي في الرد بصرامة على التجاوزات المسجلة في عملية توزيع المياه بالعاصمة من قبل شركة سيال في أعقاب استمرار مسلسل الانقطاعات المتكررة لشبكة المياه. هو عمل تكرار يكمن في المراقبة والملاحظة اليومية لكل الأجهزة اللي تتعلق بالمياه، وهذا الشيء اللي بدينا فيه، وفيه اليوم تعليمات وبدأت تتنفذ في الميدان. لعل في العاصمة الأمور يعني شوية ثقيلة، ولكن غدوة إن شاء الله عندي اجتماع هام مع كل إطارات تاع سيال حتى بصفة نهائية نضبط الأمور كالعاصمة كباقي القطر الوطني. ومع انتهاء عقد شركة سيال، صرح عبد القادر والي أن مشاورات تجديد عقد الشركة الفرنسية متواصلة مع احتمالية ضئيلة لتجديد العقد لسنتين. ما يخص ربما تجديد عقد سيال؟ تراه في النقاش، ربما يكون فيه تجديد لعامين ربما. إيصال المياه إلى الحنفية دون انقطاعات أكبر هاجس أمام السلطات المعنية، خاصة وأن نسبة امتلاء السدود قد بلغت أعلى المستويات. ولكن ما يحدث مع سيال في مجال توزيع المياه الصالحة للشرب يطرح أكثر من تساؤل.